جدا عن الروح الرياضية. مؤمن زكريا لما اتعمل له هاشتاج ادعمه مؤمن زكريا، جمهور النادي الاهلي حط ادعمه مؤمن زكريا ده في مقدمه الهاشتاج اللي موجوده على في ترند مصر، ترند على تويتر مصر. ولكن كان هناك تفاعل ايضا من بعض من لا يشجع النادي الاهلي. خدوا بال حضراتكم، يعني هناك روح رياضيه متواجده. الروح الرياضيه دي احنا جوانا كمصريين حاجه طيبه من جوانا، حاجه احنا كلنا كمصريين عندنا حاجه كده جوانا دائما. اعلاء الروح الرياضيه ده شيء مهم جدا 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 ما بين الجمهورين سواء الاهلي او الزمالك. النادي الاهلي الحقيقه او جمهور النادي الاهلي دائما بيبقى، او مش عايز اخش انا في الناحيه دي عشان ما حدش يقول لك انت بتدافع عن الجمهور ولا كذا ولا كذا، لكن اللي انا بقوله ان اعلاء الروح الرياضيه مهم جدا جدا جدا، وشفناه في ادعامه مؤمن زكريا. حاجه محترمه جدا، وحاجه بشكر كل الناس، كل من لا يشجع النادي الاهلي وكان موجود في هذا الترند، لانه هو ده اللي احنا متوقعينه. احنا كاهلاويه دايما عندنا سمو كده ورقي، كجمهور يعني عندنا سمو ورقي بعيد عن اي شيء. اللقطه دي برضو بصوا حضراتكم، لا هتهالي من الاول يا سمير لان دي لقطه مهمه جدا. بصوا مين اللي راح. كابتن خطيب راح، اعتقد الكابتن حسن شحاته. هي هم دول الناس اللي احنا عايزينهم يا جماعه. نفسنا نشوف الناس دي تاني، نفسنا نشوف الكابتن خطيب باحترامه لكل الجماهير وباحترامه لكل الناس. نفسنا نشوف الكابتن حسن شحاته باحترامه لكل الجماهير ولكل الناس. هي دي اللقطه اللي احنا عايزين نشوفها ما بين الجمهورين مره تانية يوم الجمعه. انا بتكلم على يوم الجمعه طبعا، معلش اعذروني لان النهارده يعني عندنا كلام كتير جدا هنتكلم عن مباراه بكره، ولكن في الجزء الثاني من هذه الحلقه. فاللي حضراتكم شايفينه ده هو ده. تنافس بشرف وبقوه وموت نفسك عشان تكسب، ما هو ده الطبيعي، احنا متعلمين كده جوه النادي الاهلي. اللي يقول لك انتوا كنتوا زعلانين وما باركتوش لنادي الزمالك، لا احنا ما كناش زعلانين ان الزمالك كسب، احنا كنا زعلانين ان احنا خرجنا من هذه البطوله، بطوله كاس مصر. عمرنا ما بنقول اللي يكسب يا جماعه، ده لو اي حد يكسب يقعد فتره طويله بالعقل. يعني انا راجل عندي 41 دوري مثلا، مش مثلا دي حقيقه، 41 دوري، اللي بعدي نادي الزمالك. والله ما قصدي حاجه، ولكن انا بتكلم بواقعيه وبمنطقيه. النادي الاهلي واخد 41 دوري، نادي الزمالك واخد 12 دوري. انا ازعل ليه ان الزمالك هو اللي فاز بالدوري ولا غيره؟ لا، انا ازعل ان انا كاهلاوي، انا كاهلاوي يعني انا بفكر كده، انا ازعل ان انا خسرت البطوله دي ليه؟ حتى لو عندي 41 عايزهم 91، ومحدش غيري ياخد بطولات. هو ده النادي الاهلي، هو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده اللي احنا عارفينه داخل النادي الاهلي. لكن انا ماليش دعوه مين اللي يكسب غيري، انا ما بكسبش ليه؟ عايز اكسب. هو ده اللي جوانا كاهلاويه، مش حاجه تانية تفرقش معانا. خلاص بنزعل من جوانا وبنغل من جوانا ان احنا عايزين نكسب. نغل غل طبيعي، غل كروي، غل تنافسي، يعني عشان ما حدش يفهمها غلط. بنبقى من جوانا عايزين نكسب الماتشات ونكسب البطولات، ناخد دوري، عايزين ناخد الكاس. خدنا الكاس 36 مره، عايزين ناخده 37، وعايزين ناخده 38. خدنا السوبر كام مره؟ عايزين ناخده اكتر. خدنا بطوله افريقيا 8، عايزين ناخدها 9 و10 و10 10 كمان عليهم. هو ده النادي الاهلي، هو ده جمهور النادي الاهلي. فاعلاء الروح الرياضيه خلال هذه الفتره هو واجب وطني. الكل الحقيقه يجب ان يتعاون في اعلاء هذه الروح خلال الفتره اللي جايه. هو ده المهم، هو ده الاهم. احنا نشوف اللقطات زي بتاعت الكابتن، اسطوره كبيره جدا الكابتن محمود الخطيب، واسطوره كبيره ايضا كابتن حسن شحاته، مسكوا ايد بعض. كابتن خطيب راح له، مسكوا ايدين بعض وراحوا للجماهير. مش بقى نقعد اللي حصل خلال الكام يوم اللي فاتوا، مش عايز اتكلم في هذا الامر مره اخرى، كل البرامج بتتكلم فيه في قناه النادي الاهلي، مش عايز اتكلم فيه مره تانية الحقيقه، ولكن يجب ان يكون هناك اعلاء للروح الرياضيه خلال الفتره القادمه، واحترام الجميع لبعض. شجع فريقك،
بطريقة جيدة، حفز لاعبتك، اعمل اللي انت عايزه ولكن مع فريقك. طبعا انا اقدر اخاطب جمهور النادي الاهلي لكن ما اقدرش اخاطب حد تاني. انا اقدر اخاطب جمهور النادي الاهلي لان انا عارف تفكير جمهور النادي الاهلي ازاي. الناس اللي بتكلمني صدقوني ناس كتيرة جدا بتتكلم معايا في هذه الامور. هو ليه الناس كده متوترة دايما؟ طبعا مش احنا السبب، احنا عارفين مين السبب، لكن انا برضو مش عايز اخش في هذا الموضوع علشان ايه ما تبقاش الامور رايحة جاية. انا مش عايز اخش في هذا الموضوع، لكن كل اللي انا بقوله ان الفترة القادمة احنا محتاجين جمهور النادي الاهلي، او النادي الاهلي محتاج جمهوره في ظهره. الجمهور ما بيتأخرش، فالفخ اللي عاملاه بعض الاندية الحمد لله ان هو او ان شاء الله هيعدي من غير اي امور اخرى، وان شاء الله الامور تسير بشكلها الطبيعي ونشوف بقى 10 و20 و30 و40 و50 الف حتى في المباريات المحليه ان شاء الله خلال الفتره القادمه.